أشكو يا عبق الريحان يا حلما يا جدول الحب يا أمي ويا داري يا آية من يد الرحمن قد نثرت على البسيطة زهرا من جلو النار. هلا الله يرضى عليكم تكونوا بالسياسة. ايه رأفت افندي؟ حسب علمك ابو جاسم طق جواز الثالثة ولا لا؟ روينا استاذ ضياء. على راسي. لك مالك شايف صلى جمعة ما نزل على القهوة؟ الله يطعمنا ما طعمه يا رب. هلا انت تجوز بالاول بعدين فكرت تني. شغلة تطعمنا ما طعمه مفروض رأفت افندي يحكي فيها. شو رأفت افندي؟ سكوت علامة الرضا. يا سيدي بيطلع لك اثنين وثلاثة وأربعة. الشغلة مو بالعدد يا صاحبي، الشغلة بالنوع. لك شو نوع ما نوع؟ ما كله نسوان. لا تزعل مني، أنت غشيم بالنسوان. أيوه هذا صفيت أنا غشيم بالنسوان. أي حدا بيحكي حكيك غشيم بالنسوان. النسوان مثل الورد، كل وردة إلى شكل وريحة ولون، وما في وردة بتشبه الثانية. والبستاني الشاطر هو اللي بينوع ورداته، بحط وردة حلوة، وردة ذكية، وردة حنونة، ما بيعملهم صنف واحد. يعني بفهم منك انك نويت ترتب جنينتك ابو احمد. ايه تكرم عينك مريني. ديوان ابن زيدون. ابن زيدون
ما بظن انه عنا اياه. اهلين عزوز. اهلين معلم، صباح الخير. صباح النور. ليش واقفين على الباب؟ ولا شي يا ابي، عم تسأله على كتاب شعر. عم تسألني الانسه وفاء اذا عنا ديوان ابن زيدون، قلت لها موصينا عليه. المفروض يوصل اليوم. ما ها شفتي، قلت لها. معناها مرقي على المكتب بعد ساعتين ثلاثه بيكون وصل الكتب. تأمر يا ابي. يلا أبداً لا تتأخروا على المدرسة يا عزوزة. فكرة معينة. تكبرني الله مع أحلاكم، ديري بالكم على حالكم. يلا خاطرك. الله معك. حرك. بكفي أختي. تصدقي بالباري. كل عفو. أهلا وسهلا. شو سويت لك ابني؟ شو سويت يا أبي؟ شو صفالنا هلأ نحنا؟ قصدك على حساب الأخت؟ إيه حساب البطيخة. هلأ هيك بدك تبيع لي بالمحل؟ ننكسر لك أبي، ننكسر. إيه بس نحنا ربحنا، مو إنه ما ربحنا. أخي المحل محلي وأنت هون شغيل عندي، والتسعيرة اللي بحطها بدك تلتزم فيها، لا تفوتني بقصصك. بس الملك لله يا أبي. ونعمة بالله لك ابني، ما حكينا شيء، بس شو رأيك نوزع هالبضاعة اللي عنا على الناس ببلاش ونخسر فيها؟ بجوز هالحكي؟ يا ريت، يا ريت لو أقدر وزع أكل وشرب على الناس الفقرة والمحتاجة. اسمع محمود، اسمعني منيح، أنت ضليت مدة عم تطلع تسهر وتشرب وأنا ما حكيت معك شيء، تركتك، قلت إلا ما يجي يوم وتوعى على حالك، وهي الحمد لله رب العالمين أنعم عليك وعيت على حالك من هالناحية. بس هلأ كمان عم رجع حسك مالك وعيان على حالك لك ابني، ليش هيك؟ أنا غلطت وبعرف غلطي، ورب العالمين أنعم علي وهداني. خليك على سجيتك لك ابني، خليك على طبيعتك، لسه كل ما دق الكوز بالجرة بتدخل لي الدين بالنص. لك والله ما عاد تعرفتك، صوتك متغير. رجع لطبيعتك لك ابني، رجع لرواقك، لحكيك الحلو. أنت يا أبي لا تخاف علي، عم بقرأ سورة الرحمن 40 مرة بعد صلاة الفجر، وإن شاء الله من بعدها رح تجري الحكمة على قولي ولساني. ايوه تجري الحكمة. خير رأفت افندي؟ صاير شي مع عبدو؟ لا الحمد لله اطمني ما في شي. الحمد لله، خوفتني لأنه مالك بالعادة يا تاج راسي تزورنا بالبيت هاي أول مرة. نتشرف يا أم عبدو، والظاهر الكل بحاجة لخدماتك. إيه على عيني، بس مو معقول نضل واقفين هون، تفضل لجوا تاج راسي. بدي منك خدمة. أمرني من عيوني. الحقيقة هني خدمتين مو واحدة، وكل واحدة بعكس الثانية. قلت لي خدمتين مو خدمة، وكل واحدة بعكس الثانية. صعبة شوي يا سيدنا، بس مو على أم عبدو. تفضل تفضل تفضل. شرف. بداد 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 يا دادو بدادو. منين هالتفاحة؟ هذا شغل الزبداني. والبردقان؟ يا فاوي من فلسطين. يا عيني. سا يا كعك أطيب كعك يا كعك. سلام أبو سطيف. أهلين أبو علي. زكاتك بس بدي أترك العرباية عند مني. خلص ولا يهمك، ركنا بأمانتي. كتر خيرك. أهلين. الله وكيلك، عامل لي من هالمحل كراجل عربايته. في ناس دمه تقيل. شو بدنا نسوي؟ هو ليش بتركه هون؟ حسب، كل مرة شكل. ايه معلش، باين درويش. قال اعمال خير وكب البحر. وانت قلتي اياه.
اطيب كعك يا كعك. من الفرن للعرباية يا كعك. اطيب كعك يا كعك. ما حبيت بركة ورشيت زعتر. صدقت انت ارجع مشان اشوفك، اشتقت لك. انا كمان. كنت عم اقرا عن ولاده بنت المستكفي. حلو كثير. ولفت لي انتباهي انها كانت تعمل مثل استقبال نسائي. وهيك شيء كان ينعمل من 100 سنه. فينا نعمله هلا؟ للأمانة هاي الاستقبالات موجودة ونسائية؟ طبعاً، وهم بالمنطقة كمان. بالله؟ وأنا أحد رواد هاي الاستقبالات، بديرها ست عظيمة وفهمانة كتير اسمها الست انتصار. وكلكم نسوان؟ نسوان وبنات. عن شو بتحكوا؟ عن كل شيء. قصدي شو هي المواضيع اللي بتحكوا عنها؟ قضايا عامة، ثقافة، سياسة، تاريخ ودين، الأحزاب القديمة والأحزاب يلي عم تتشكل، وأهم شيء بالنسبة لإلنا هو وضع المرأة بالمجتمع. شو شرط الانتساب؟ الصالون الثقافي مانو مثل الحزب، وأي حدا بيقدر يجي عليه. قصدك أي وحدة بتقدر تجي عليه؟ شايفة قديش الرجال محتلين عقلنا؟ ميداد، أنت من زمان متغيرة علي كتير. اسمعني منيح فؤاد، أنا عايشة لحالي، لا أهل لا أخوات ولا حتى ولد، يعني لا وراي ولا قدامي. شغلك بده سفر، أمرنا لله. بتقول أسبوع بتغيب أسبوعين، بتقول أسبوعين بتغيب ثلاثة، راضية وساكتة، صاير عم تخبي عني. أي فؤاد، صار عم تخبي عني وما رح أسألك شو عم تخبي، لأني بصراحة ما بدي أعرف، وخايفة إذا عرفت إكرهك وبطل أقدر أطلع بعيونك. دلي شو عم تحكي؟ أوعك أوعك بيوم من الأيام يخطر لك تأذيني أو تأذي الناس اللي بحبون. أوعك ميداد، أنا مالي علاقة باللي صار مع أبو إسحاق. عم بحكي عن عمي أبو إسحاق، عم بحكي عن كل الناس يلي بحبون، عم بحكي عن جيراننا ورفقاتنا يلي طول عمرنا عايشين معهم مثل الأهل. عم تفهم؟ بما أنك كرهنتيني لهالدرجة ومانك طايقة تشوفيني ولا تسمعي صوتي، رح أتركك هلا بركي بتروقي شوي. استأكد يا وداد اني كل شيء عم اعمله لمصلحتك. مصلحتي؟ انا ما بدي منك شيء ولا شيء، ما بدي منك شيء ولا شيء. شو هالنظافة والرتابة والهفهفة، الله شو هالروائح كلها؟ أبوس روحك أنا، والله جيتك غالي أبو أحمد. أبوس شو؟ شو؟ شو قلتي؟ عيدي الجملة من أولها. جيتك غالي. إيه؟
أبوس روحك. يسعد رب حلال. دي أنا اللي أبوس روحك. إيه أبو أحمد دي تفضل، دي تضل واقف فضح من حلوة. مرسي سيد عزوز. أهلا وسهلا، شرفتينا. يا هلا. نتحاسب بعدين سيد عزوز. على شو نتحاسب؟ لشو في؟ على سيدرا. شبه سيدرا؟ بعدين أنا شفت الكتب اللي جبتي لي اياهم، إيه مو حاطة فيهم شي. مثل شو يعني؟ شو يعني؟ رسالة، ورقة، شبنا. بخاطرك سيد عزوز. يا بي، انت بطلت تحبي امي؟ شو خطر على بالك تسأل هلا هيك سؤال؟ انا ما عدت صغير صرت افهم. لك يا بي، انا اللي رح شيب شوي تانية وما عم بفهم. والله انا كبير وبفهم. بعرف يا بي، بعرف انك كبير وبتفهم ورجال كمان، وان شاء الله هيك بشوفك عريس وبرفع راسي فيك قدام الدنيا كلها. يا بي لسه ما جاوبتني. تعا يا بي تعا. هلا انت لما كنت تلعب حجلة بالحارة مع مين اكتر شي كنت تحب تلعب؟ معلمة، بس هلا ما عاد لعبت مع بنات. لاحق يا بي لاحق. انت كنت تحب تلعب حجلة مع لمى لانها شاطرة باللعب، بس كنت تحب تلعب ضمامة مع ميسون لانها ذكية وسريعة وبتعرف هيك اراني تخباية، بس ما كنت تحب ولا وحدة اكتر من التانية. صح؟ صح. وفيك تقول يا بي انه القصة على كبر نفس الشي، في عالم بتحب تلعب معها ضمامة وفي عالم بتحب تلعب معها حجلة. بس هيك امي بتزعل. ومن شان امك ما تزعل ما لازم تعرف يا بي، في شغلات لازم هيك تضلها مخباية من شان الناس اللي بنحبهم وبيحبونا ما يزعلوا منا. بكرة بس تكبر رح تفهم كل شي. شو؟ اتفقنا؟ اتفقنا. دي ما حلوة ما تتغدى معي، هو هاليوم اللي بشوفك فيه. يا ريت فيني ضل يا ربيعة، حكيت لك قصة أبو محمود، الزلمة أمن فيني وأنا بدي أحلل له إياها إن شاء الله. طيب خلص مثل ما بدك. بس ولا يهمك، ملحوقة بعوض لك إياها إن شاء الله. سعيد، لقيت له عروس لأبو محمود؟ أم عبده لقيت له عروس وعلى قول إنها كويسة، الله ييسر له أموره وتطلع بنت حلال إن شاء الله. آمين، عقبالك، قصدي عقبال بنتك. تسلمي يا ربيعة، تسلمي. يلا بخاطرك. الله معك. رأفت؟ ما بتفكر تتجوز مرة تانية؟ شو جابها السيرة هلا؟ على سيرة جوازة أبو محمود. اشتقت لك كثير.
ما رح أسألك لوين رحت ولا منين جيت، المهم بالآخر ترجع لعندي. إيه؟ انت الله يسامحك، ولد ما بتعرفي قرعه جده من وين، بتتعلقي فيه لهالدرجه؟ بدك تديري بالك عليه ماشي الحال، طعميه تشربيه تلبسيه. ايه بس حرام تعملي بحالك هيك. ما بعرف احب نص نص، بحب من كل قلبي وبعطي كل شيء عندي. اصلا مشكلتي اني بستنى من الناس يعطوني على قد ما بعطيهم، وفي الاخر دايما بطلع مكسوره الخاطر. بتعرفي ليش بينكسر خاطرك؟ لأنك بتخوفيه. كني أنا غولة يعني؟ لا ما هيك قصدي ربيعة، بس أنت بدك إياهم بكل لحظة وبكل ثانية وقدام عينك، لهيك بيخافوا منك تأسريهم. هي أنا وأبو علي، قديش وقديش لحتى أشوفه، وقديش بيشتقله، وبدي إياه على طول وبينطف قلبي عليه، بس ما بحسسه بهالشي لحتى ما يحسني إني أنا تقيلة عليه. بس أنا ما عم بحكي لا عن أبو علي ولا عن رأفت، أنا عم بحكي عن طفل صغير، عم بحكي عن بدر. نفس الشي ربيعة، صدقيني. تعرفي لما بتولد وحدة من نسوان العيلة وبيعطوني هالصغير هيك بإيدي، ما بتتخيلي شو بصير بحالتي وكم غصة بغص. أحياناً بيجي لأبكي، ما بتحمل حطه بحضني وقت طويل، بحمله شوي وبرجعه لأمه. بخاف إني أتعلق فيه. ليش لحتى تخافي؟ نحن لما نحب أي حدا، طفل ولا حبيب ولا رفيق، منكون عم نجهز حالنا لهذا اليوم يلي هالحدا رح يبعد عننا، ورح ننقهر وننجرح ونبكي. قديش الحب حلو، قديش الفراق والهجر بشع. يمكن مشان هيك لازم نحمي حالنا حتى من الحب. راح مشي نص ساعة. ولوين راح؟ بتعرفي؟ راحوا على المخفر منشان يسقطوا حقهم عن أخوك ورفقاته. فؤاد، أنت دريت بالسرقة ما هيك؟ قلتي لي راحوا، مين ومين؟ هو وأصحابي المحلات اللي انسرقوا. طيب، أنا راح استناهم هون. على راحتك، أهلا وسهلا. هلأ صار فينا نطلع كميل وشلته، بس قبل ما تطلعوهن بدي تنقيلي اثنين من شبابنا يكونوا ثقة، ولا تخلوا عينكم تغيب عن فؤاد ولا تكة. عفوا سيدي، بس كميل ورفقاته في عليهم الحق العام سيدي. ولا يهمك، نحن ما بنعمل شيء إلا بالتنسيق مع الأمن العام. أمرك سيدي، ترامي. هذا يا سيدي والدنيا جاي على دفا، منمدلك بسطة الكتب على طول الشارع ومنظبطها بالبلدية. شو قلت؟ ايه لا فكرة منيحة عزوز. بشو صافين؟ صافين ب في عنا طلبية كتب هلأ فصافين فيها. عزوز هي الصفنة بعرفها كتير منيح، هي الصفنة في من وراها مرة. آخ يا رمضان آخ. معناته حكي مزبوط، بس صعبة، صعبة كتير. وليش صعبة؟ لأنه بنت أكابر. اسمع مني بلالك الفوتة، شو شايفتك ما كذبتي خبر؟ أهلا وسهلا، نورتي المنطقة. منور بوجودك، رفيقتي زينب. أهلا وسهلا. مرحبا سيدرا. أهلا. ودخلك، شو موضوع المحاضرة اليوم؟ اليوم ما في محاضرة، اليوم في أمسية شعرية لصبية من صبايا الملتقى. شاعرة يعني؟ لسه ما بيان، على كل هاي أول تجربة لإلها، هلا بنسمع ونشوف. تفضل. تفضل. شكرا.
اهلين معمي. حدا سأل عني؟ اتصل السيد احمد، قال البضاعة جاهزة مشان الشحن. كثير منيح، وغيره؟ واتصل كمان الحاج مصطفى من حلب، قال عنده زبون من المغرب وناطرك تحاكيه بكرة. ايه ان شاء الله. شو في كمان؟ سلامتك معلم. وامك؟ شو بها امي؟ وليش هيك فنجرت؟ معلمي يعني امي هي. ايه شو يعني؟ يعني على راسي بس. بلاها لعلاك، امك اجت لهون؟ ليش لا تجي معلمي؟ لا سمح الله ليكون صاير شي فهمني. لا مو صاير شي، عساس عامل فيها ابو عنتر. اسمع، هلا لما بتجي امك لهون بتحمل حالك وتروح بتساوي كيلو صفيحه وبتاخده معك على البيت لما بتخلص شغل، فهمت؟ الله كافي يا معلم. لك بلاها البوجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيفك عبدو؟ اهلين يا ماما. كيفك رأفت افندي؟ الله يسلمك ويخليكي. كيف عبدو معك؟ ان شاء الله ما بيعذبك. عبدو ما في منه. اذا عم بيعذبك بس قلي، بمصع لك رقبته مصعب. معلمي انا رايح ساوي اللي قلت لي عليه. تيسر تيسر. تفضل يا اختي عبدو، تفضل. أبو عمير. نعم. شوفك بعدين. يعطيك العافية. سلام. مع السلامة. كيفك عمي؟ كيفك عمي؟ بهدلونا بالمخفر وعم تقلي كيفك عمي؟ يمني هلا من التنقير وتسميع الحكي، احكي لي بالتفصيل. طلع حظنا كتير حلو. أختي ساكنة بحارة أم ليلى وجابت لي قصة حياتها كلياتها. أم عبدو، مختصر مفيد. يا عيني يا تاج راسي. البنت أولاً ترباية الحارة، يعني ترباية مع أولاد وشوارعية. تاني شي اتجوزت 3 مرات. أول مرة كانت بال14، جوزتها أما غصباً عنها لرجال عمره 60 سنة، غني كتير 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 بس بخيل كتير كتير، ولأنه بخيل كتير كتير صارت تتمد إيدها من ورا. أيوة تسرق يعني. تمام، قام لقطة وطلع. حلو، وغيره؟ بعد سنة رجعت تجوزت من زلمة شبيب ابن نعمة، نزلها على ضرة وبلشت هي وضرة تبقى على نقار ونقير وخدني جيتك. تحملها شوي لأنها صغيرة وحلوة، بس بعدين بيوم أيام إجا وشافها عم تطحنت مع ابن جيران، قام طلقها. والجازة الثالثة؟ والجازة الثالثة بقى يا تاج راسي لساتها جديدة، ما طلقت. بس لما راحت أختي تزور بيت أم ليلى لا تبارك لها، قالت لها أم ليلى أنه جازة ليلى هالمرة غير شكل، ضربة حظ يعني، لأنه جوزة تاجر بسوق النسوان ولايب قلبه عليها وميت بدبديبة. دبديبة؟ ايه. بس هذا لسه ما عرفت لك شو قصته، بكرة دقدس لك عليه وبعرف لك شو خبره. السلام عليكم أبو أحمد. أهلين، أهلا وسهلا، تفضل. جاي لعندك إلا مروق لعندي شرب شاي. هلأ بخلص حديث مع الأخت وبيجي لعندك. يلا ناطرك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفتي له هذا الزلمة؟ عرفتيه؟ هو أبو محمود؟ هو بذاته. شو بو؟ هو نفسه اللي ميت بدبديبة. قلت لي هيك أحسان؟ طيب شو رأيك إنه ما حدا من كبارية الشام رد يروح معي على المغفر لنتوسط للشباب؟ حتى تعرفوا إنه بيحتقروكم. لا، مشان تعرف هالقصة قديش فضيحة. عمي، اسمعني شوي. أنت تستفيل، اعمل اللي بدك اياه وساوي اللي بدك اياه، بس لا تفوتنا بقصصك وجرجرنا وراك. نحن عايشين هون بامان، واللي صاير لنا هون ما راح يصير لنا بلد تاني. بكره العرب راح ياكلوكم بلا ملح. خليكم خليكم هون لشوف. لسه باللي عرب عرب لك؟ نحن شو؟ نحن يهود، واليهوديه مو بس ديننا، اليهوديه هي قضيتنا وقوميتنا وقانوننا، وقريبا راح يصير لنا دولتنا. الى سيدي، نحن عرب. بعدين اللي أكل لحمنا مثل الكلاب واللي سرق محلاتنا مو العرب مثل ما عم تقول. ولك رح تجننوني، رح تجننوني.
الواحد إذا إجته فرصة بالسنة وضيعها بيندم عليها العمر كله، كيف إذا إجته فرصة بالألفين سنة؟ بس الظاهر الشتات اللي عاشوا اليهود بأنحاء العالم كلياته تقل جواتهم صار هون بعقولهم. شتات شو فرصة شو؟ الفرصة إنه خلي العالم يكرهونا بدون سبب؟ الفرصة إنه نقلع الناس من بلادها؟ اسمع عمي، أنا خليت بالشام وعايش بالشام وبدي موت بالشام، فهمت؟ إذا ضليت بالشام رح تموت. بس اللي عندي بالبيت عقلة تنح وراسة يابس أكتر منكن، واللي جوات مخة على أضرب. يعني بالمشر محقلة تم ياكل ما لا تم يحكي. وإمتى النسوان بيقدروا يشوفوها؟ إيه بس لهلأ ما قلت لي عيوني مين العريس؟ قلت لك بدي منك شغلتين بعكس بعض. يعني العريس نفسه؟ نفسه. وبتخبريها لهي المستورة شو اسمها؟ أمينة. بتقولي لها إن النسوان جايين يشوفوها، وأنا لما بتجهز أموري ببعت وراكي تيجي تاخد النسوان لعندها، بس أهم شيء ما بدي حدا يعرف القصة غير أنا وإنتي. أمنا عيوني يا سيدنا. امسكي يا عبدو. ما تخجلني يا رأفة أفندي، الله يخليك. أنتي بتستاهلي أكثر من هيك، امسكي. الله يخلي لنا إياك يا حق. إيه يلا. مع عبدو. نعم عيوني. الملازم فوزي سمعاني في شيء؟ يو ابن أم رمزي. عم يقول لي علي افتح لك خط شغل معه، حاكم عندك معلومات أكثر من المخفر كله. يا ريت يا سيدنا يا ريت، بس بحياتك ما عندي وقت. خاطرك عيوني. شو رأيكم بشعر هالصبية؟ صراحة ما كتير حبيته، حسيتها مخربطة ومو عرفانة شو بدها. شو هالنقد زينب خانو؟ ما عرفتك. مو هيك، بس إنها تحكي كل الوقت عن الحاجة للحب وبعدين توصف الرجل كأنه عدو المرأة اللدود. يعني إذا الرجال كائنات شريرة لهالدرجة شو عدلوا طعم الحديث عن الحب؟ لا مو بالضرورة. ليش ما بتعتبري إنه هي عم بتحاول بشعرها تغير الرجل أو تخليه يصير أفضل؟ أو ليش ما بتعتبري إنه هي عم بتدور عن رجل مختلف عن بقية الرجال؟ الرجال ما بيتغير لا بدعوة من المرأة ولا بغيرها، بس إنها عم تدور على شخص مختلف فيها وجهة نظر. صدقيني اللي بيعرف قصتها بيقدر كتير يفهم التناقض اللي هي عم تحكي عنه. أيوة معناتها قلبها محروق من شي شاب. أي يا ستي، هي كانت تحب شاب حتى إنه قسم كبير من شعرها مكتوب لإله. بس وليش مقصوف الرقبة ما حبها؟ شو ناقصة للبنت؟ مو ناقصة شي، القلب وما يهوى. هلا أنت ما رح تبطل هاي العادة؟ طبعا مو بإيدي. زينب وفاء، اليوم أول يوم هني معنا بالملتقى، أخي وليد اللي هو مقصوف الرقبة. آسفة ما كنت بعرف. لا ما في مشكلة، ما في مشكلة هاي. على فكرة رأي زينب مثل رأيك تماما بشعر بديع. أوف غريبة، مع أنه كل الصبايا اللي بيجوا على المنتدى تغري بينحازوا لبني جنسهم بالحرب بين الجنسين. مين قال إنها حرب؟ هي ألفة ومودة وحياة مشتركة، بس يمكن إذا فكرنا فيها على أساس إنها حرب رح بتصير جنة مع الطرفين. إيه وأنا هيك بقول، يعني أنا ما بفهم ليش الكتابة عن الحب لازم تكون متعلقة بالحزن والألم والمعاناة، ليش ما تكون متعلقة بالسعادة؟ إيه بس أنت هيك لغيت كل الأدب اللي بيحكي عن المعاناة بالحب. فيها وجهة نظر، بس المعاناة والألم هدول لضرورة الأدب ولا ضرورة الحياة. يلا وفاء تأخرنا لازم نمشي. عن إذنكم فرصة سعيد. أهلا وسهلا. عن إذنكم. أهلا. شايفك سكتت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أحكي يا أبو أحمد، عم اسمعك ولا تحسبها معي ولو. أخي أنت إلك ثقة فيني لما لا؟ لا يا أبو أحمد، معقول بعد كل العشرة تسألني هيك سؤال؟ معناها اسمعني منيح ويشهد علي ربي، لو كنت أخي ابن أمي وأبي ما رح أقول غير هالحكي. رح تزعلني منك أبو أحمد، أنا دخلتك بالقصة وسلمتك أمري، ومن إيدك هاي لإيدك هاي، واللي بتقوله رح أعمله. مشان هيك لازم أحسبها منيح، وأنا فكرت وعرفت شو الحل. نورني يرحم والديك. كلمة واحدة من أخوك أبو أحمد طلقها. طلقها؟
روق ابو محمود، روق. شلون بدي روق يا ابو احمد؟ تزوجنا قلنا منرتاح. اخي انت مو سلمتني قصتك، خليني كمل فيها للاخر. وحياة عينك ما بتكون غير رايق على 24 منيح. شلون بدي روح على البيت هلا؟ فكر اذا بروح بقول لها ليلى طبي غراضك والله معك وانت طالق. اي والله لا تاكلها لزينب بلا ملح. زينب لا تخاف عليها، زينب قويه بلسانها، اما ليلى فالعياذ بالله. قلت لك انا معك للاخر. بس بهي شلون بدك تفيدني؟ حسبت حساب كل شيء، حتى طلعت ليلى من البيت على الهسي وبدون شوشره. شلون؟ قوم سكر محلك وبحكي لك على الطريق. ابو احمد أمن فيني وما تهك الهم. محمود مو بالبيت؟ بلا، بس مو ببيتي. بيت مين لك؟ ها؟ شو بيعرفني؟ شي بيت من بيوت الله. ايه وشو فيها يعني شي جديد؟ ما طول عمرهم النسوان بيقعدوا وبيجتمعوا. ما انتي من جمعتين رحتي معي على طهور ابن ام تيسير. طهور ابن ام تيسير؟ خالتي عم قلك استقبال نسائي، بتقلي طهور ام تيسير؟ طهور ابن ام تيسير. بعدين تخيلي حالك يا خالتي قاعدة بين 20-30 من النساء السوريات والمثقفات. قالوا بعد كم شهر منظم حزب النساء السوريات وبتصيري انتي الأمين العام للحزب. بس من هلأ ها تحطيني نائبة. ذكرتيني بالحمصات، حطيتهم لحتى ينسلقوا. روحي شوفيهم قبل ما تنشف مياتهم، هلأ بيحترقوا. خالتي فيني أعرف شغلة واحدة بس؟ شوفي بكل حديث يذكرك بالحمصات. دخيلك انتي، روحي. وآخرتها يعني سرقت محلات وقلنا ماشي الحال، ضرب واجهات كمان قلنا ماشي الحال، بس تصل للقتل أنا مو مقايس على روحي. شمعون أنت معنا من الأول وبتعرف منيح شو شغلتنا نعمل. نحن شغلتنا ننفذ التعليمات. التعليمات شو ما كانت تكون؟ الله، القتل جاي من التعليمات؟ اي نعم. وينه اللي بده يعطينا التعليمات؟ نحن كل واحد بيناتنا بموز المدفع، وما بتعرف امتى بتمسكوا الشرطة. حضرته هداك رايح يعمل يوم سياحة باليونان ويوم قبرص. لك وينه فؤاد؟ وينه؟ أنا هون. وبعدين يا شمعون ليكون بعلمك أنا ما عم أطلع سياحة، أنا عم أطلع شغل، شغل أنت ما بتعرفه ومو ضروري تعرفه. وليكون بعلمك الشي اللي عم أعمله ما بيقل خطورة على الشي اللي عم تعملوه أنتو هون. بعرف إنه شغلك هني كتير مهم، بس كمان باليونان إذا عرفوا إنه لك علاقة بالوكالة اليهودية ما راح تروح بخبر كانا. أنا ما كنت باليونان، كنت بمكان لو حدا من اللي هون عرف إني كنت فيه كانت هلأ تعلقت مشنقتي فورا. كنت في فلسطين يلي قريبا رح يصير اسمها إسرائيل. أنت بتعرف كيف رح يصير اسمها إسرائيل؟ إيه، لما تتأسس. صحيح، لما تتأسس. بس هي مو شركة تجارية ولا معمل، هي دولة. انت بتعرف كيف تتأسس الدول؟ بالدم، بالقتل. واذا حضرتك مانك مستعد تقتل خليك هون. ليكون بعلمك وقت رح تكون ببوز المدفع العربي اللي رح يضرب علينا من هون. شو؟ انا معكم على الموت. ولا يهمك اخي، شمعون كان ضايج شوي بس لانك هالمرة طولت بالسفرة. اي نعم، كانت سفرة طويلة ومهمة وغيرتني كتير. شلون يعني غيرتها؟ من هلأ صار اسمي الملازم فؤاد. انتسبت بشكل رسمي للهاغانا وانوعدت اني اول ما اصير باسرائيل رح التحق بالبالماخ. شو هي البالماخ؟ هي اختصار للبلوجوت ماخت، سرايا الصاعقة، وهي اهم تنظيم بالهاغانا. ولك انتو ايمتى بدكم تتعلموا عبري وتريحوني بقى؟ كمل اخي، هلأ كمل. كل شي عم نحكي ونحلم فيه هون عم بينبنى هنيك، عم بيصير حقيقة على أرض الواقع. مشان هيك لازم يكون نحن جاهزين. مفهوم؟ مفهوم. روحوا هلأ ريحوا، جايتنا أيام فيها شغل كتير وترتيبات جديدة رح تعرفوها بوقتها. الله معكم. أخي أنا هذا شمعون من آخره ماني مرتاح له. ما تاكل همه وقت بيحوص هيك أو هيك. دوبارتو عندي.
شو؟ بعد الحلو زعلان مني؟ ماني زعلانة فؤاد. شرفي، هاي بطاقتين للفيلم النازل الجديد. يسلموا إيديك حبيبتي. طلعي فيني، بعرف إنه اللي صار مع أبو إسحاق وتورط كميل واللي عم بيصير بالبلد كل هالأشياء مضايقتك كتير، بس تأكدي إنه مو لحالك. أنا كمان مضايق كتير من اللي عم بيصير، بس بدنا نتحمل بعضنا شوي. وإذا بتحبي عزمي معك رفيقتك ربيعة. إيه يا ريت، ويمكن هي كمان تحب إنها تعزم حدا يجي معها. مثل مين؟